إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أعطاك ثلاثة أشياء: جعل لك فرقانا، كفر عنك سيئاتك، وغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى. وتكفير السيئات تغطيتها، والغفران محوها، يعني يسترها فلا يفضحك ثم يمحوها سبحانه وتعالى. ويجعل لك فرقانا ترى فيه الحق من الباطل، تميز بين الصحيح والسقيم. يجعل لك فرقانا نورا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله جل وعلا يقول ذلك كذلك، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل لكم فرقانا تميزون فيه بين الحق والباطل. فرقانا أي سبيلا طريقا، يجعل لكم فرقانا أي وضوحا. فالله تبارك، والفرقان هو الفرق بين الشيئين، فكان كل فرق كالطود العظيم، الفصل بين الشيئين. يجعل لكم فرقانا تميزون به، تعرفون الحق من الباطل. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس لا يميز بين الحق والباطل ويتعب فيها. يقول لا لا، أنا أجعلك تميز، الصورة واضحة بالنسبة لك لأنك اتقيت الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثم نبهك إلى أن قال: انتبه، إن الله ذو الفضل العظيم. يعني هذا ليس على الله بعزيز ولا صعب سبحانه وتعالى ولا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم.